طيب في هذا المثال اجانا بال او مش مثال، سؤال اجانا في الميد كان كثير مباشر، اللي هو convert the following semantic net to RDF XML، يعني نحول هاي الرسمة لكود XML. طيب اول اشي بدنا نحدد كم objective في عنا. في عنا two objectives اللي هو ال IFI Steven وال IFI David. كيف عرفت انه هدول الدائرتين هم الobjectives؟ لانه في الها attributes وفي الها values، بينما هاي الدائرة وهاي الدائرة وهاي الدائرة ما الهم attributes ولا values، فعشان هيك انا عرفت انه هم عبارة عن values ل attributes اللي هم ال name وال first name وال last name لل objective Steven. فاول objective اللي هو Steven، ثاني objective اللي هو David، معناته في عنا تاجين description. طيب خلينا ناخذ اول واحد اللي هو ستيفن، نحكي RDF description RDF about equal IFI ستيفن. طيب تذكروا على قصة الدومين اللي حكيت لكم عنها، هو معطيك اياها بالسؤال هيها هون f o a f first name، فانت خد التاج زي ما هو f o a f first name اللي هو ستيفن. ستيفن close tag f o a f f name، وفي عندنا last name f o a f l name رينلي f o a f الname. طيب في علاقة بين أول objective وثاني objective اللي هو ستيفن knows David Billington، فبنمثلها عادي، نحكي f o a f knows r d f resource equal i f i David. طيب ما ضل في اشي بخصوص اول objective، بنسكر r d f description. طيب لثاني objective نفتح RDF description RDF about equal IFI David. طيب ديفيد في إلو f o a f email اللي هو david at gmail.com، وبنسكر f o a f ايميل. ننتبه لشغلة برضو، ديفيد نوز ستيفن، يعني في علاقة بين ديفيد وستيفن، نحكي f o a f نفس الاشي نوز r d f resource equal ال URI تبع ستيفن I F I
ستيفن. وبنعمل close tag لل description RDF. description. هذا المثال كان عليه 12 علامة.